وقل رب زدني علما. الناس بأن يكونوا أحسن الناس أخلاقاً هم المنتسبون إلى طلب العلم، فإن المنتسبين إلى طلب العلم هم كالشامة بين الناس، فينبغي أن يكونوا على أكمل الوجوه بتحسين أخلاقهم، ولا يبلغ المرء المقامات العالية في الدين حتى يكون خلقه حسناً. وإذا أردت أن تعرف ذلك فوق ما جاء في هديه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والصدر الأول، فانظر إلى أحوال جماعة ممن نبل من أهل العلم، تجد أن في تراجمهم ما يدل على حسن خلقهم. وأذكر لكم مثالا يذعن المرء فيه بصعوبة بلوغ هذه المرتبة، وهو أن فتى من أصحاب أبي العباس بن تيمية وهو أحمد بن محمد ابن عبد الهادي المتوفى قبل بلوغه 40 سنة، قد فتحت له أبواب العلم وله تصانيف في علوم عدة، وكان له في حسن الخلق شيء عجيب. ومن أخباره فيه أنه كان مرة يتراجع مع ابن قاضي الجبل، وابن قاضي الجبل من أذكياء أصحاب أبي العباس بن تيمية، لكن ضاعت أكثر كتبه، وكان هو وابن مفلح المقدمان في الفقه والقواعد والأصول، وهو في القواعد والأصول أقعد من ابن مفلح رحمهم الله. فتراجع في مسألة، وكان ابن قاضي الجبل كبيرا وكان ابن عبد الهادي أصغر منه، فلما اشتد في المناظرة بصق ابن قاضي الجبل في وجهه، بصق في وجهه فمسحه بكفه وقال طاهر بإجماع المسلمين.